plan d'action pour le. Détail des différents niveaux de moyens d'utilisation d'éthique. Qui concerne la numérisation. أنتم ملزمون بمضاعفة الجهود المبذولة لاستكمال عملية رقمنة النظام الصحي في بلادنا، وذلك بربط جميع المصالح دون استثناء بشبكة داخلية متصلة بالنظام الطبي الإلكتروني للمريض، استعمال النظام الطبي الإلكتروني الموحد والوحيد الذي توفره مديريات المنظومات الإعلامية والإعلام الآلي بوزارة الصحة، الاستغناء عن الاستعمال الورقي قدر الإمكان، إعداد الكوادر البشرية المتخصصة في مجال الإعلام الآلي للسهر على السير الحسن لهذا النظام، وتكوين خلية متخصصة لمتابعته على مستوى المؤسسة الصحية.